عمر، رأي الناس فيك وتعليقاتهم هل تؤثر عليك؟ والله في البداية كانت تؤثر جدا، لكن وصلت لمرحلة أيقنت أن الناس سيتحدثون مهما قلت ومهما عملت ومهما اجتهدت. فدام المحتوى اللي أنا أقدمه لا يمس المبادئ ولا يمس الدين في المقام الأول، لا المبادئ ولا قيم المجتمع، ففي النهاية آراء الناس راح تكون موجودة بكل حال. يعني طيب، يعني وش تبرر أو تعلق على ذكرك أكثر من مرة في هذه الحلقة؟ أنا لست باحث، أنا لست كذا، أنا لست في مجال تنظير، وكأنك يعني تريد أن تبعد بعض الكلام أو السهام اللي بتوجه لك بناء لو ما لا تكلمت هذا الكلام. لا والله يا اخوي فاز، انا قلت لك كلام الناس جايك يعني الناس يتحدثون، قالوا مقالتهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل، قالوا بان له ولدا وصاحبه، زورا عليه وبهتانا وتضليلا. فتكلموا عن الله، يعني عن الله عز وجل، وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عمر سويلم؟ لا 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 يكاد يذكر. فمو مو مو انه ابعد عني سهام الانتقاد، سهام الانتقاد جايه سواء ابدعت او اخفقت، في كل الاحوال جايه. فانا ما اتوقع انه 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 اقول الكلمه هذه لست باحثا او لست عشان احفز الناس، ليس بالضروره ان تكون باحثا او متخصصا حتى تحب التاريخ والادب. التاريخ هو افضل معلم للبشريه، والادب لا يحبه الا صاحب اذن طربيه تميز الغث من السمين. هذا كل ما في الامر. طيب عمر، يعني لو قلت اوصف لنا محتواك، وش ممكن يكون هذا الوصف؟ محتوى ادبي تاريخي، والتاريخ في بدايه اللقاء قلت لك يا اخوي فايز انهما وجهان لعمله واحده لا ينفكان عن بعضهما ابدا، حيثما تجد التاريخ تجد الادب في نفس المكان. فأنا أحب التاريخ وأحب الأدب وأحب الإلمام بشيء من اللغة العربية، حتى المحتوى اللي أنا أقدمه، ما أدري، حتى المحتوى اللي أنا أقدمه بعض الأحيان وبعض المعلومات أحاول أستغل ترند زي ما يقول أو شيء رائج في السوشيال ميديا خطأ، وأحاول أستغل هذه الفرصة بحيث أنه يكون الانتشار بشكل كبير للناس. أعطيك مثال ولا الوقت ما يسمح؟ لا، أنا بجيك هذا المحور، أنا ودي يعني أعطيه وقت كافي. طيب.